ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمطبخ المكسيكي. خدنا بعضينا من إيطاليا وأشهر الأكلات عندهم أو المخبوزات الفوكاشا، غير البيتزا طبعا والباستا والكلام ده كله احنا عارفينه، احنا المصريين بنجود فيه وبنعمله حلو قوي. مطبخ مكسيكي عنوانه حاجات مهمة جدا، وسبحان الله الحاجات دي عندنا في مصر متوفرة دلوقتي عند أي حد بتاع خضار. فلفل ألوان، وهم بيستخدموا الكزبرة أكتر من البقدونس. الكزبرة عندهم عندنا هنا زي البقدونس كده، داخل في التبولة وداخل في المشويات، هم عندهم الكزبرة هي سيد الخضار كله. حلو الكلام ده، عنوان المطبخ المكسيكي. غير الزيتون طبعا وزيت الزيتون والفليفر بتاع الروزماري والزعتر. مقادير كفتة الدجاج من المطبخ المكسيكي بطعم شرقي، مقاديرها على الشاشة. صدور دجاج متقطعة خالية من العض، برغل نص كوب، معانا كمية كتيرة مش مشكلة نستخدمها استخدامات أخرى، معانا بصل، فلفل ألوان متقطع جوليان أو مربعات صغيرة، ومعانا بصل وتوم وزيت زيتون وشوية كزبرة خضراء مفرومين ومكعبين من الزبدة. هي دي كل المقادير. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض إزاي سريعا. حلو قوي. أول حاجة معايا الكبة بتاعتي، هحط فيها صدور الفراخ بالشكل ده كده، ومقطعها صغيرة علشان ما تاخدش وقت مني كبير في الفرن، وتريح السكينة بتاعت الكبة. حلو اهو، اخدها فرمة كده مع بصلاية حلوة، فصين توم محترمين. تمام، معانا بصل، والبصل ده هيديني سوائل، وانزل بالبصل مع التوم. واقول لك كده معلومه غير معلومه وانا شغال زي الفول، اللي هتدعي لي كل ما تفتكريني، ايه هي؟ وانت بتعملي اي كفته، فراخ، جمبري، سمك، ما تحطيش البهارات في المفرمه، طلعي خلطتك وفروميها وكل حاجه، وابداي اظبطي الملح والتوابل. ليه يا عم الشيف؟ علل ولماذا؟ علشان بعض التوابل بتمسك في الجدار الخارجي او الداخلي للمفرمه، ودي مهمه جدا انك تستخدمي توابل في حاله ما بتفرمي الحاجه في مفرمه او في كبه، بتفقدي جزء كبير من التوابل والتست بتاع التوابل والملح. هي دي المعلومه اللي عايز اقولها. كل ده مع بعضه هنضرب. الله عليك. خلص الكلام، بعتذر عن الازعاج. حلو قوي. كل الخلطه دي مع بعضها يا شيف، كل الخلطه دي مع بعضها، تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بنجيب كسروله زي دي كده، ونشيل الكبه دي من هنا. تعمل ايه يا عم الشيف؟ بعمل احلى كفته من المطبخ المكسيكي. ده مكعب زبده حلو كده هيغزل حته اللحمه دي. ما هي اللحمه دي مش فراخ، مش لحمه هبره فيها دهون، لا ديت صدور فراخ نسبه الدهون فيها قليله. نقوم نغذيها بايه؟ مكعب زبده، معلقه سمنه، اديها شخصيه. شايفين الجو ده كده؟ حطيت ايه يا شيف؟ حطيت شويه فلفله حلوه، شويه زعتر، لسه الملح والفلفل ما حطيتوش. الله، دي مكسيكي؟ ايه العلامه وايه الاماره اللي تقول دي مكسيكي؟ الطعم والشكل وباستخدامنا للتوابل. وخلي بالك المطابخ كلها واحد من نعم ربنا وزع نعمه على البشر بالتساوي. إلا الذكاء طبعا، ده مختلف من شخص لآخر.
والإبداع من شخص لآخر، وهي دي طبيعة بشرية والحمد لله رب العالمين كونية. ولكن مطبخ الصيني صويا صوص، صلصة المحار، زيت السمسم وهكذا. مطبخ طلياني يعني زعتر، يعني ريحان، يعني روزماري. حلو الكلام. المطبخ المكسيكي يعني فلفل ألوان، تشكيلة من الفلفل الألوان والبصل والتوابل اللي أنا بستخدمها دلوقتي. المطبخ المصري سيد المطابخ، واللي واخد من كل المطابخ، واللي صدره واسع لكل المطابخ لأنه بيحب الدنيا دي كلها. كمون، كزبرة، التوم بتاعنا اللي بتتباهى بيه قدام العالم وهكذا. شايفين الكفتة لطيفة. أضبط الملح بتاعي. عينيا أروس صينية الأروس بالبطاطس والكريمة، بطاطس شرايح، حبة أروس حلوة يا حاجة كده نص كيلو، بننضفها ونحشيها كرفس بصل وتوم، وفي الآخر بنرصها في الصينية ونحطها بشكل حلو كده، ونحط جنبيها البطاطس المتقطعة شرايح رفيعة، مع كوباية من المية، مع نص كوب من الكريمة اللباني، بهاراتك ملح وفلفل، وبلاش تستخدمي مع الأروس لا كمون ولا كزبرة عشان الطعم ما يهربش مننا. الكفتة كده جاهزة، ومعانا تشكيلة الفلفل، بصل، فلفل ألوان، بقلبهم على بعض كده. شفت بقى هشتغل ازاي؟ ومعايا طاسة سخنة على النار، قلبت الخضرة كلها مع بعضيها. أخبار الطاسة ايه؟ درجة حرارتها عالية زي الفل. بحط فيها شوية زيت زيتون، أشويها على الجريلا بالشكل ده كده، واسيبها تسخن وتاخد راحتها، وابدا اشتغل في الكفته بتاعتي. واعملها كده زي الايه، حبايه التفاح. واحطها هنا اهو. احطها هنا، يلا اهو اهو. افكار الموضوع، هتفتحي باب التلاجة هتلاقي كل حاجه فيه. ولكن زي ما قلت لحضراتكم هنا، انك انت بتحب المطبخ ده مهم جدا. الكفتة دايما شوف المدرسة بتقول ايه، مدرسة المغازي، كنت حتة اللحمة بالذات بتجيبيها حتة طبعا هبرة كده حلوة فيها نسبة دهون من 20 لـ30%، وبتفرميها فرمة خشنة مش ناعمة كذا في الحتة دي كده. حلو. وبعدين عندك برغل، بتجيب البرغل يا ست الكل منقوع، يعني تغسليه، وبعد ما يتغسل مرة واتنين وتلاتة بتصفي منه الميه وتخليه على جنب. وحذاري، وبقولها حذاري واكتبها على باب التلاجه، تيجي تعملي كوبيبه او تستخدمي البرغل في الكفته بتاعتك وتحطيه في ميه وتسيبيه، العرق بتاعه اللي هيفيدني وهستفيد منه والحته الحلوه اللي فيه الميه هتسحبها منه. حلو الكلام. هنا الخبره الطهويه بتلعب دور، خبره السنين. ولكن انت تغسليه مره اتنين تلاته، وفي الاخر يا ست الكل بتصفيه كويس وتسيبيه على جنب زي اللي موجود معايا ده. هستاذن فرسان التلفزيون المصري نجيبه مع بعض. طبعا انا هشتغل في الكفته بتاعتي، بتاخد الشكل المكسيكي، هي خدت الطعم، لازم تاخد الشكل عشان شطارتك انك انت لما تعملي سفره ولادك يقولوا لك يا ماما الاكله دي من المطبخ المكسيكي، انت كده نجحتي، التبوله دي من المطبخ اللبناني وهكذا. هاخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع نشوف اسرار المطبخ الطلياني، مطبخ المكسيكي، ولكن بالطعم الشرقي، طعم المصري، بمناسبه اليوم العالمي للمرأة العظيمة المصرية العربية اللي بتتابعنا من خلال شاشة القناة الأولى. بنقول لك كل سنة وانت طيبة يا أعظم ست في الوجود. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. فوكاشيا بالارنبيط، احنا استخداماتنا عند الارنبيط واقفه عند مقلي كريسبي. ياخد كزبره ولا ما ياخدش، ياخد صوص طماطم ولا ما ياخدش، المقلوبه يتعمل ولا ما يتعملش وهكذا. يا نعم. حلو، يلا العب. فين الفوت؟ مهم جدا واحنا شغالين نحط في الاعتبار، لازم الاكل بتاعك يناسب كل افراد العائله صغير وكبير. هاخد الفوكاشيا كده اطلعها من الفرن،
نوريها لحضراتكم شكلها لطيف. علشان ادخل الكفته تاخد وش شويه على ما نكمل العجينه اللي عايزين نعملها لحضراتكم النهارده. قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. حاضر يا فندم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الكفته بتاعتنا اهي عايزين نبص عليها، ناخد الجوس بتاعها ده كده. ركزوا بس معايا عشان المطبخ هنا بيتكلم مصري. الجوس ده ينزل على الفلفل ده كده. حلو، وناخد الكفته هنا. طبق التقديم بتاعنا سريعا اهوت عشان انا اخدت وقت كبير النهارده. الخضره دي لطيفه اهي، الله عليك. اوزعها هنا. شويه الخضار دول جمال جدا، واخدين زيت زيتون، واخدين فليفر روزماري، زعتر. حلو الكلام. ونشيل الكفته بتاعتنا كده اهي، هي لوحدها بتترفع من الطاسه اهي. وقول معايا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. كفته بالطعم المكسيكي، الشكل المكسيكي. اللهم صل على النبي. قطع واحده نصين. حاضر. حلو، شيل ده كده من هنا. سامحوني في الوقت معلش. طب عايز اعمل اي حاجه حلوه، خاصه النهارده يوم مميز يعني. قطع واحده نصين بسرعه. عايز اشوف قلبها المخرج بيتكلم مصري ولا مكسيكي. مكسيكي طبعا، بالطعم المصري بالطعم الشرقي. حاضر. عينيا. باسم كل فريق العمل، اخراج، بروديوسر، انتاج، كل الحبايب وكل فريق العمل، بنوجه تحيه شكر كبيره لكل سيده عظيمه، الام، ام الشهيد، وامنا واختنا وزوجتنا واولادنا، بتحيه كبيره من خلال شاشه القناه الاولى بمناسبه اليوم العالمي للمراه. كل سنه وانت طيبه يا اعظم ست في الوجود. شكرا. We'll be right back.